مساء الفل، انا علياء طلعت سيما علياء، والنهارده هتكلم عن فيلم شاهد الجديد خط دم. في الحقيقه انا ما كنتش ناوي اعمل الفيديو دوت، لكن في اكتر من حد طلبه مني واضطريت ان انا اعمله، واضطريت دي علشان خاطر الفيديو دوت حطني قدام اسطوره. مش زي بقى الاسطوره اللي في الفيلم، اسطوره بتقول ان الناقد، ناقد الافلام او ناقد الادب، هو مفروض اللي بيعمله ان هو يقعد يطلع العيوب وينتقد الحاجات الموجودة في الفيلم او في العمل الادبي او العمل السينمائي او التلفزيوني. في الحقيقة دي اسطورة كاذبة تماما، والناقد ما هوش دوره ان هو يطلع الحاجات الوحشة. الناقد هو دوره انه يحلل العمل الفني، يظهر الحاجات اللي ممكن المشاهد او القارئ المعتاد ما يقدرش انه يشوفها، ممكن يظهر جماليات معينة، ممكن يظهر وجهة نظر ليه هو بيسقطها على الفيلم، وده بيقربه اكتر للجمهور. طيب انا ليه اتحطيت في ازمة في الفيلم دوت؟ لان الفيلم انا ما كنتش عارفة اقول عليه ايه. الفيلم كله عيوب للأسف، يعني فيلم انا ما شفتش في حياتي فيلم كله عيوب لهذه الدرجة. فيلم ما لقيتش فيه ميزة واحدة اقدر اتكلم عنها في الفيديو، وزي ما يكون الحاجة الرائعة الجمال من اتوقع ان احنا منعرفش نتكلم عنها، فدي مش الحقيقة. لو في فيلم رائع جمال انا ممكن اقعد اتكلم عنه حلقتين ثلاثة اربعة، اكتب عنه كتاب، لكن لما يكون فيلم كله عيوب ما بقدرش ان انا اعمل فيديو اقول كل عيوبه. يعني دي حاجة اولا مش مثيرة بالنسبة لي، وانا مثيرة بالنسبة للمشاهد. بس اهداءا الى الاشخاص اللي قالوا لي اعملي الفيديو ده يا عدياء، انا بهديلهم الفيديو دوت ويا رب ما يزعلش حد. فيلم خط دم، احنا اتكلمنا قبل كده عن فيلم الحارس، الاثنين من اصدار شاهد والاثنين بيدوروا في نفس الثيمه وهي ثيمه الرعب. طيب اما اتكلمت عن فيلم الحارس قلت ان احنا فكره الحارس كانت عجباني، لان الاسطوره دي اسطوره خارجه من التراث الشعبي العربي، وان الافلام الرعب المفروض المصريه والعربيه تكون متاحه احسن من كده واكتر من كده، لانها اولا ما بتكلفش فلوس كتير، ثانيا احنا عندنا تراث كبير جدا جدا في عالم الرعب ممكن يسمح بتقديم افلام متنوعه وافلام هتكون كويسه. طيب دلوقتي نيجي نتكلم عن الفيلم بتاع النهارده. الفيلم بتدور احداثه عن ايه؟ بتدور احداثه عن مصاصين دماء. طيب نيجي بقى للنقطه دي، ليه مصاصين دماء؟ دي حاجه خارج الاسطوره الشعبيه، اساطير الشعبيه العربيه تماما. احنا عندنا الاسطير الشعبيه العربيه مليانه ابو رجل مسلوخه، البابا، النداهة، كتير جدا. انا بتكلم هنا على الاسطير الشعبيه المصريه اللي انا عارفاها. لما تيجي نتكلم عن الاسطير الشعبيه في المنطقه العربيه والشرق الاوسط، هنلاقي يعني كل مدينه في مصر مثلا فيها اسطوره شعبيه، كل مدينه عربيه ليها اسطوره شعبيه. ليه اختار اسطوره مش عربيه تماما، اسطوره ما تلقش مع الثقافه بتاعتنا علشان اعمل عنها فيلم؟ طيب نيجي تاني حاجه، بيقالوا على الفيلم ده اول فيلم مصاص دماء مصري، ودي مش حقيقه. في فيلم اسمه انياب، المفروض كان اول فيلم مصاص دماء مصري، وكان ضعيف المستوى جدا جدا لغايه اما جه الفيلم بتاع النهارده بسم الله ما شاء الله عارف يعلي عليه، ودي معجزه علميه. فاحنا ده مش اول فيلم مصاص دماء مصري، ويا ريته ما كان فيلم مصاص دماء مصري. نيجي بقى لتالت نقطه، وانا بتفرج على الفيلم غير ان انا كنت بضحك طول الوقت، كنت قاعده افكر ليه ممثلين زي ظافر عابدين ونيلي كريم، الاثنين عندهم اعمال سابقه كتير جدا. نيلي كريم خارجه من عمل تلفزيوني حقق نجاح كبير جدا جدا وهو ب 100 وش، ليه تبقى في اللوكيشن بتاع الفيلم ده وما تاخدش بالها من المشاكل اللي في الفيلم ده؟ الاثنين عندهم خبره تكفي ان هم جوه اللوكيشن يقولوا ايه اللي احنا بنعمله ده، ايه اللي احنا بنقوله ده، ازاي ده مش منطقي. هما كمان عندهم السلطه الرمزيه ان هما ياثروا على مخرج جديد، مخرج ملوش بورتفوليو كبير، ملوش سيره سينمائيه كبيره، فيبقوا خايفين منه. فكان بصراحه ده انا شايفه ان ده برضه قصور عندهم هما، مش ان هما بس وافقوا على الفيلم، ان هما كانوا جوه تصوير الفيلم وما حسوش ان هما بيعملوا ده حاجه غريبه، حاجه غير منطقيه، حاجه غير فنيه. ليه حاجه غريبه ومنطقيه وغير فنيه؟ للي شاف الفيلم ده هيبقى فاهم وجهه نظري. الفيلم ما فيهوش حاجه واحده اقدر اقول عليها في مكانها. يعني مثلا الفيلم بادئ بصور او كلوز ابس على حاجات في البيت، نحاس وحاجات بتظهر ان هي البيت مثلا فخم. لغايه دلوقتي انا مش فاهمه التمثال البومه اللي كانوا عاملين عليه كلوز اب ده ليه، محدش عارف. في كميه كلوز ابس على الممثلين على الديكور كلها ملهاش اي معنى وملهاش اي معنى جوه سياق الفيلم.
دي اول حاجه ودي اهون حاجه على فكره. تاني حاجه، ليه ابطال الفيلم بيتكلموا بهذه الطريقه؟ يعني دي نقطه نحط تحتها 100 خط. ليه الناس في الفيلم كلهم سواء مصاصين دماء او مش مصاصين دماء بيتكلموا بهذه الطريقه؟ حاجه غير منطقيه تماما. يعني اي مصاص دماء يا جماعه، مفيش كده كتالوج لمصاص الدماء بيقول ان هو لازم يتكلم شكله كده. مفيش مصاص دماء، يعني كتالوج مصاصين دماء او افلام مصاصين دماء بتقول ان لازم مصاص الدماء عشان يتحرك بيعمل كده وبعدين يجي كده. دي مش حاجه، يعني ده فعلا مش حاجه. يعني مفيش اي حاجه تجبر اي ممثل ان هو يعمل كده، لان ده ملوش معنى. دي نقطه تانية. النقطه الثالثه، الحوار نفسه. يعني لو جمعت الممثلين وقلت لهم ان دي البلوت بتاعه الفيلم او دي السينوبس بتاع الفيلم واتكلموا انتوا وقولوا كلام من عندكم، هيكون الكلام التلقائي جدا ده اكثر منطقيه من الكلام اللي جوه الفيلم. طيب غير بقى الحوار، سير احداث الفيلم. احنا عندنا دلوقتي في اسره في عندهم طفل مصاب بحادثه عربيه وفي غيبوبه. اهل الطفل دوت ما حاولوش مثلا يسرقوا له اعضاء، ما حاولوش يسفروه بره عشان يعالجوه، لا هما الحل عندهم ان هما يجيبوا له دماء مصاص دماء. ودي تقريبا بالنسبه لعالم الفيلم دوت حاجه بتتجمع في السوبر ماركت. طب هو لو مصين دماء دي حاجه منتشره للدرجه دي، ليه الناس اللي حواليهم ما حسوش ان هما سلوكهم غريب؟ يعني احنا بنتكلم ان ظفر عابدين ده المفروض بقى مصاص دماء عريق يعني في مصاص الدماء، يعني ليه مراته ما حستش ان دي حاجه غريبه؟ المجتمع اللي حواليه ما حسش ان دي حاجه غريبه؟ ليه العالم اللي بيبقى متاح فيه الدماء بتاع مصاصين دماء بشكل سهل جدا اي حد معاه فلوس بيشتريه، العالم كله ما يعرفش ده غير اسره نيللي كريم بس؟ طبعا في كميه زي ما قلت مش كروزات بقى على الديكور وكده، في كميه كروزات على الابطال وعلى الاولاد وعلى الممثلين، كلها خارج سياق اي حاجه، ملهاش اي معنى في اي حاجه. لما نيجي نتكلم بقى على التمثيل، هقول ان ده اقل مستوى اداء قامت بيه نيللي كريم من ساعه ما بدأ التمثيل. يعني ممكن تكون هي مش عارفة هي بتعمل ايه في الفيلم، فعشان كده كانت بتحاول تجتهد، بس كله اجتهاد مرمي على الارض، لان هو مالوش سياق. ما ينفعش اقول الممثل ده ما عظيم الموهبة، الممثل ده جامد جدا جدا، وفي نفس الوقت ما ادروش سكريبت يمثله. الممثل جامد جدا لو انا حطيته كده في فيلم سيء زي اللي احنا نتفرج عليه النهاردة مش هيعرف يعمل اي حاجة، لان هو ما عندوش السكريبت. هو ممثل، وممثل بيقدم شخصية، الشخصية مكتوبة سيئة جدا او مش مكتوبة، الشخصية متقدمة المحاور بتاعتها بشكل يعني هقول سيء جدا، شكل ما فيهوش اي جديه، ما فيهوش اي منطقيه. فهنطلب منها انها تعمل ايه؟ ما هيش تعمل فسيخ شربات. يعني ما فيش اي حاجه كان ممكن تعملها بموهبتها دي غير ان هي تقدم الاداء الغريب اللي كان في الفيلم ده. كده انا خلصت كلام عن الفيلم. يعني انا ما عنديش حاجه تانية اقولها غير ان الفيلم فعلا يمكن من اسوأ التجارب اللي انا شفتها في حياتي. نيللي كريم محتاجه تعيد انها تفكر في ادوارها اكتر من كده. مش معنى ان هو فيلم ان هو تقبل بيه، لان فيلم سيء زي دوت ممكن يبقى نقطة سودة في مسيرتها السينمائية. وبكده خلاص حلقة النهاردة، يا رب تكون عجبتكم، ومتنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب في القناة.